أذكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 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 الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد يكن له يكن له يكن له يكن له اسكو يكن له يوں نہیں پڑھیں پھر سے پڑھیں ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد 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 احد احد سپڑھیں سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس آخری والی آیت دوبارہ سے پڑھیں من الجنة والناس